وقد عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. إليكم اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة جديدة ولكي نقيم السلام. لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم أن تبنوا على مدى ربع قرن من الزمان، ولكنه تحطم في عام 73. إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة، ولا يملك أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. فيا كل رجل وامرأة ويا كل طفل في إسرائيل، شجعوا قياداتكم على نضال السلام، ولتتجه الجهود إلى بناء صرح شامخ للسلام بدلا من بناء القلاع والمخابئ المحصنة بصواريخ الدمار. قدموا للعالم كله صورة الإنسان الجديد في هذه المنطقة من العالم، لكي يكون قدوة لإنسان العصر، إنسان السلام في كل موقع وفي كل مكان. بشروا أبناءكم أن ما مضى هو آخر الحروب ونهاية الآلام، وأن ما هو قادم هو البداية الجديدة للحياة الجديدة، حياة الحب والخير والحرية والسلام. ويا أيتها الأم الثكلى، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال.